سلامات إبراهيم، كيفك؟ شو الأخبار؟ كيف أموركم؟ تحضيرات؟ ممتاز ممتاز. إيه ليك شو، بكرة رح يوصل فيرمين مع فريق التصوير مشان الفيلم عن الموسيقى اللي حكيت لك عنه، Next Music Station، وهن مهتمين يصوروا الحفلة تبعكم ضمن موسيقى على الطريق. يعني كتير حابين الفكرة إنه جاز مع فنون بصرية ومكان عام وهيك. إيه فرح يصوروا كتير منيح. إيه لازمكن شي تاني، كل أموركن منيحة مشان الساوند شيك وكل هاي الأمور. أوكي أوكي كتير منيح كتير منيح. ماشي صديقي، يلا شوفك. أوكي تشا باي باي. أنا ولدت بالشام من أب عراقي ومن أم سورية فلسطينية، بس أنا بنت الشام وبعشق الشام وبعشق كل نغمة بالشام. من سنين وأنا بلشت شغل بمجال الموسيقى وعم دور دائماً على الصوت المثالي، على الصوت الشامي، على الصوت السوري، على الصوت اللي بيروح لكل مكان ولكل العالم. ومن هون ما فيني غير روح لعند واحد من أحلى أصوات السورية، هي المغنية رشا رزق يلي أدت أغاني فيلم كراميل. يعني أنا ببداياتي كان عندي مشكلة الحقيقة مع عائلتي إنه أنا بدي أدرس موسيقى أو أنا بدي أحترف الموسيقى. هذا الشيء كان شوي عامل أزمة يعني عائلية، إنه أوكي فيكي يعني تغني كهواية ولكن تحترفي الموسيقى هذا الشيء كان الحقيقة صعب. يعني نحن بمجتمع الموسيقي لا ينظر له يعني كإنسان محترم كتير بالمجتمع الحقيقة للعامة. صعب هذا الشيء لأنه
عنا بثقافتنا نحن العربية إنه الموسيقى دائماً مرتبطة بأجواء السهر والليل وال يعني التسلية إذا فينا نقول وأجواء شوي يعني هذا موجود بالتاريخ أجواء مو كتير مستحبة يعني. فصار أي تجربة فنية أو موسيقية دائماً مباشرة باللاوعي بمجتمعنا تربط بهي الأجواء. الشيء اللي يعني حبينا كتير نحاول إنه نشرحه للناس بالإعلام بأي قناة اتصال يعني مع الجمهور إنه الموسيقى اللي عم نقدمها هو مو فن فقط للتسلية. أكيد الفن بشكل عام هو له غرض ترفيهي حتماً، ولكن الترفيه كمان له أنواع وله درجات. يعني في فنون كتير بتكون صعبة وراقية جداً، هي لبعض عالم هي ترفيه، ولكن ترفيه راقي. مو كل أنواع الترفيه هو يعني بينحدر لمستويات كتير دنيا مثل ما يعني بيتخيل مجتمعنا. فنحن عم نحاول إنه نطلع الموسيقى من بالفكر الجمعي اللي موجود بالمنطقة عن هاي الصورة النمطية اللي الحقيقة موجودة كتير حتى بوسائل الإعلام. الموسيقى التجارية اللي دارجة هي عم تثبت هاي الفكرة. نحن كموسيقيين مستقلين عم نحاول إنه نغير هاي الفكرة ونطلع من هذا النمط يعني. هذا النوع من الإنتاج يعني إنه فينا نقول إنتاج موسيقي مستقل. يعني كتير صار في يعني فرص إنه كأشخاص منفردين إنه نحنا يصير في إنتاج لإلنا من قبل شركات، ولكن مو النمط الموسيقي اللي نحنا فعلاً بدنا إياه. عم يكون أنماط مفروضة علينا، الأنماط اللي سائدة بالسوق واللي هي بالحقيقة نحنا شايفين إنه ما بتعبر لا عننا ولا عن جمهورنا. فارتقينا انه نحن لازم ننتج نحن موسيقتنا لحتى نحن يكون عندنا الحريه انه نختار النمط اللي بدنا اياه، نختار الكلام اللي بدنا اياه. وهذا الشيء بحسه يعني حقيقي اكثر، هي تجربه موسيقيه حقيقيه اكثر من كونه انه شيء بيفرضه السوق التجاري او الشركات اللي هي يعني هدفها فقط الربح التجاري. فبلكي يعني نحن وفرق تانية كمان موجودة بسوريا، بلبنان، بالأردن، بمصر، بكل المنطقة حتى بالمغرب، إنه نقدر نعمل نمط موسيقي جديد يلاقي رواج بين الجمهور مثل الأنماط التجارية السائدة يعني. نحن نسأل إنه عن الهوية الموسيقية، وين الهوية الموسيقية أو وين هوية المنطقة بالموسيقى اللي عم نقدمها. الشيء اللي أنا بحب أقوله دائماً إنه الهوية الموسيقية أو الهوية بشكل عام الثقافية هي ليست شيء ثابت
وإذا كان ثابت فهو فينا نقول إنه خلص الثقافة صارت ثقافة متحفية وماتت الثقافة، لأنه هذا الشيء لازم يكون شيء متجدد حي حتى نحن نقول إنه الثقافة حية. فالهوية لازم تكون هوية متجددة. مرايتي يا مرايتي رح أحكي لك حكايتي، قولي لي أنا مين؟ انتي انا وانا انتي، مهما كبرتي وتغيرتي بعيوني انتي سبتي يا مرايتي. رح احكي لك حكايتي، قولي لي انا ليه؟ شعري منو اشقر، خصري منو اصغر، وتمي منو اكبر يا مرايتي. الو الو، مرحبا استاذ ابراهيم، كيفك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ ايه، نحن بالشام مع فيرمين والشباب، بلشنا تصوير من كم يوم وبانتظارك. امتى بدك تطلع من الحسكة؟ اليوم بالليل. اوكي، كم ساعة الطريق؟ طيب، جاي خصوصي مشاننا، في عندك شي تاني؟ اوكي، رح تكون انت والاستاذ نوري. اوكي، كتير منيح كتير منيح، خلص بانتظارك نحن بكرة، ويلا بالسلام، ان شاء الله بتوصل بالسلامة. شكرا، اهلين، باي باي، مع السلامة، باي باي. Amantilo le jantilo, amantilo hai jantilo, amantilo telo jantilo, siruntilo telo jantilo, amantilo telo jantilo, amantilo telo jantilo, amantilo telo jantilo, telo telo siru jantilo, telo telo telo. عشت بعدين من خلال ضيعتي، عشت مع ناس مختلفين، نقدر نقول الثقافات والعادات والتقاليد بكل شيء، يعني بالموسيقى، بأمور بالموسيقى وما يخص الموسيقى، بالأخص بالغناء يعني. وصراحة تأثرت في هذا الجو كثيرا يعني، وتأثرت بجو الغناء الديني الإيزيدي، وتأثرت بجو الغناء الأرمني من خلال والدي، لأنه كان حافظ كثير تلاتيل إلى علاقة بالكنيسة الأرمنية يعني، أخذت الألحان منها بشكل جيد. وتأثرت جدا كمان بالسريان اللي رحلوا من مناطق كمان كانت قريبة من مناطق، حتى مناطق الجد بمنطقة وان وسيبان، ومناطق الوالدة كانت قريبة كثير من ضيعة، من نصيبين، من طور عابدين مثلا، حتى كثير شغلات كان عم تعمل تراتيل أرمنية بس على الحان صراحة سريانية، كان لحن وكأنه سرياني، عم نسمع سرياني في الشرقي الواضح يعني. وأخذت كثير من المغنيين الأكراد القدامى اللي غنوا الملاحم، كون منطقتنا كمان مليئة بهالمغنيين يعني صراحة في سوريا. وأخذت كثير من العرب اللي كان يرحلوا دائما من مناطق دير الزور ومناطق الرقة إلى منطقتنا لمتابعة أمور الاقتصادية من خلال البدو الرحل الغنامة يعني. أنا تأثرت بغناء أيضا كمان، أخذت منهم كثير. ومنطقنا قريبة من طبعا نهر الخابور اللي هو عليه يعني بني عليه، ونحن نقدر نقول حضارات جديدة ولكن لها امتداد تاريخي طويل كثير للحضارة الآشورية يعني. كنت على صلة وقرب من هالناس كثير يعني، اللي غنوا من أصعب أنواع الغناء الآشوري، مثلا الراوي، الديواني، ليليانا، أغاني شعبية. أنا لما جيت على المعهد خلال معرفتي بأستاذ نوري، أنا جيت حامل معي هالأمور بس كل شيء في مكان يعني، ما عرفت شلون أصف هالأمور بشكل جيد صراحة. اللي صف لي هن بشكل جيد وحطهم بمكانه المناسب هو أستاذ نوري. هو بيحكي عني لأنه
فرق العمر بيناتنا وانا كنت استاذه محبه زياده بيذكر هيك بيات طيبه. تعرفت عليه هو كان طالب في المعهد اعداد المدرسين سنة 82 82 ايه. يوميا حسيت عم بيغني الانسان بعفويه ملاحم كرديه رائعه وباداء وعزف على البزق. هو دمج الاخلاق كثير انحب وحبيته هو وزميل اخر فصرنا اصدقاء ما عدنا استاذ وطالب صرنا اصدقاء. بس موسيقى اللي عم يشتغل فيه في منهجية علمية ومنهجية محلية من نظريات الموسيقى المحلية والاستفادة من المنهجية العالمية في الموسيقى الغربية تطويرها الفكر والفورم والبناء. الموسيقى المحلية مثل ما هي خاصة السريانيات لأنه مجموعات كبيرة فيه تحمل في طياتها حالات درامية حالات وصف حالات تأمل حالات متعددة المعاني الروحية كثير عميقة فيها. هدول ممكن يكونوا أساس لبناء موسيقى جديدة في عالم جديد وفي مجتمع جديد بأسلوب يغلب عليه طابع المحلي اللي فيها المقامات وعلاقاتها مع بعضها والمقولات الموسيقية الجديدة الصيغ والمضامين بشكل أكثر. لذلك بسمي حالي مؤلف موسيقي سوري معاصر يستفيد من التراث بشكل مهم ويعيد قراءة التراث الموسيقي من جديد للحصول على مضامين جديدة وتركيبها في بناءات في قوالب جديدة عالمية. الموسيقى الشعبية هي إلى معنى كتير كبير ومعنى سامي وراقي. إذا قدرنا نقدم الموسيقى الشعبية بمعنى الصحيح معناته عم نصل صراحة عم نصل لأنه نحن هو تعامل المغني أو الموسيقي هو مع الناس مع الشعب. إذا قدرنا نصل لفكره وقدرنا هو يصل للشيء اللي نقدمه نحن بهالمعنى الراقي الشعبي هذا شيء جميل. أنا بالنسبة إلي تجربتي اللي أنا أعتبرها شعبية في قسم منه الشعبي اللي له علاقة أيضاً بالتاريخي أما قدم أمور ملحمية إلى علاقة بالأمور التاريخية يعني له علاقة بالأمور التاريخية. أنا أحس العملية عملية الصدق يعني إذا كنت أنا صادق مع حالي وبعرف شو عم بشتغل عم بقدم بشكل صادق وصحيح أنا واثق كل الثقة اللي أمامي حتى اللي ما يفهم الكلام يحس أنه أنا عم بقدم شيء صادق شيء يمس هذا الأمامي اللي ما بيفهم على اللغة اللي بغنيها. الموسيقى الشعبية بتحمل إيقاع الشارع والناس وبعتقد إنه هي الموسيقى وعلى الرغم من انتشارها الواسع لسه ما حصلت على الاعتراف اللي بتستحقه. الفنان وفيق حبيب قدم تجربة مهمة جداً على هذا الصعيد. أنا نشأت في بيئة جبلية جميلة جداً رائعة ارتفاع عن سطح البحر 900 إلى 1000 متر. المنطقة جداً كتير جميلة ويعني 90% خلتني هي غني لحالي يعني من أول ما تعي على الدنيا تسمعي العصافير وتسمعي صوت المي بالوادي شيء جميل جداً. بالإضافة إلى أنه كتير أخذت وراثي من أهلي أنه الوالد كان صوته جميل وحتى تيتا كان صوته جميل وأخواتي كمان
بلشت بالمدرسة المرحلة الابتدائية نغني بالمرحلة الابتدائية أنا ورفقاتي لحتى كنا هذا اللي صوتك حلو صير غني كمان بالإعدادي صرت غني أكتر وأكتر دائما صاروا الشباب يقولوا لي لازم تصير غني بالحفلات ولازم تصير مطرب وعلقت براسي هاي القصة لحتى دخلت التعليم العالي المعهد التجاري بجامعة تشرين عندنا محافظة لازقين لحتى صرت شارك بحفلات التعارف وبحفلات الأعراس الشعبية اللي دائما بشتغلها ما بقى في منها قليل كتير اللي كانت تعتمد على فقط آلتين من اللي هنون الزمر طبعاً هلا عليك هلا وألف اسم الله وعليك شفون وجوز وعيون يا ما شاء الله هلا عليك هلا وألف اسم الله وما بعشق غيرك لا لا كان يضل كنا نضل بتذكر بالعرس من المسألة الأول ساعات الصباح بس آلتين بيتخلل الطبل والزمر الموال العتاب القديم كنا نغني لهلا بنغني كان في شيء اسمه يسموه الفاصل بين ناخذ عن الزمر يلي كان اسمه بالشعب العامية كتير اسمه الفروقة هي كنا نغنيها هي القصة كنت اسمعها من القديمين لحتى وصلنا للتطور هذا صار باللون الجبلي اللون الساحلي لحتى صار ينتشر وينتشر وفتنا صرت فوت على الاستوديوهات لأنه صار تطورنا من زمر وطبل من آلتين موسيقية لحتى صار عندي فرقة كبيرة كتير شبه أوركسترا تماما دخلنا آلة الكمان على اللون دخلنا آلات النفخ كلها دخلنا الكيبور لحتى صار اللون وصل لهون يعني أنا مزبوط ابن بيئة جبلية وابن بيئة ريفية ساحلية كمان نفس الوقت بس أنا اجيت لهون على السنتر على المركز السوري في بالأصل لعدي مشرق لأنه هون انطلاقة كل الفنانين لأنه هون في مجالات عمل أكتر لأنه اللون وصل لهون لأنه كتير عانينا لحتى وصلنا لهون تعبنا كتير لحتى وصلنا لهون نحن واللون ما فيني أحكي لحالي لأنه في كتير كادر كتير كبير اشتغل وتعب لحتى وصلنا لهون أنا والشباب يعطيهم العافية جميعاً اللي تعبنا هذا اللون الغنائي عانينا كتير بالبداية الناس أول شيء أبداً ما تقبلت اللون كانوا كتير يحكوا عنه بالشامي شربي غروي إنه لون بسيط إنه شو هي جفلة أو إنه شو هي العتابة أو شو هي الناس تفكر إنه عياط وإنه كذا الناس ما بتعرف إنه اللون كتير صعب اللون كتير مهم اللون كتير بده شغل لحتى الحمد لله الناس يعني انتبهت صارت تسمع اللون سمعته أول مرة وتاني مرة لحتى شربت اللون حسيت فيه إنه اللون عن جد جميل اللون برقص بالعامية بيشيل الهم عن القلب سهل ممتنع كل الناس فيها تفهمه محبوبين الغمزة
دكتورة، كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام؟ أي أنا مع فيرمين لساتنا عم نصور بالمدينة ونعمل لقاءات. تمام. أي فكنت حابة أعرف نحن إذا موعدنا بدار الأوبرا لساته قائم. يعني مثل ما خبرتك رح يكون الحديث بشكل عام عن الخطة البرمجية بالدار بمجال الموسيقى. طيب كثير منيح دكتورة، منشوفك وقت لكن. طيب ماشي، شكرا كثير لك، باي باي. نحن اليوم بالدار عم نشتغل على مدى طويل، على خطة طويلة الأمد، على معايير كتير واضحة، مو بس لتقديم عروض موسيقية وإنما أيضا لترويج للحياة الموسيقية في سوريا ولدعم الموسيقيين الشباب. اليوم نحن بصدد إعداد خطة تعمل على الربط ما بين الشباب المبدعين وبين التوجهات الجديدة في الموسيقى وأيضا التراث الموسيقي الموجود. اليوم نحن في دار الأوبرا بصدد تشكيل أوركسترا خاصة بالدار، أوركسترا سيمفونية بناء على معايير عالمية. يعني غالباً عم نفترض أن الموسيقيين يلي قدموا بالدار هن خريجي المعاهد، وهذا بيخلينا ندعم الحركة الموسيقية الشبابية ونقدر نوصل للصيغة يلي أنا بلاقيها هي سمة من سمات الثقافة بسوريا، هو التنوع الكامل. هلا بشكل عام ابتدت الحركة الموسيقية كانت موجودة بشكل فردي وبشكل خاص، وكان في معهد موسيقي بيخرج بشكل جيد موسيقيين لكن ما له طابع أكاديمي. كان في شخص بيهتم بالموسيقى كتير وساهم بنهضة موسيقية، هو الأستاذ فخري البارودي، وعلى يده التلمذ صباح فخري اللي يعتبر اليوم من الأسماء الكتير هامة بالموسيقى الكلاسيكية السورية. كثير من الموسيقيين السوريين درسوا بالخارج وفي منهم بقيوا، يعني استمروا عم يشتغلوا بأوروبا. كمان نحن اليوم في عنا خطة لإعادتهم لسوريا، لاستضافتهم، للاستفادة من خبراتهم. عنا عدد من المؤلفين على مستوى عالمي، عنا عدد من الموسيقيين والعازفين على مستوى عالمي. يعني بس بدي أذكر أسماء: ضياء السكري، نجمي السكري، عابد عزرية. في عنا كل الموسيقيين الشباب اللي موجودين برا مثل شفيع بدر الدين، مثل زيد جبري. فهدول ناس لازم واحد يشجعون إنه يرجعوا. الو، هاي شادي، كيفك؟ شو الاخبار؟ تمام، ماشي الحال. ايه شادي، انا هلا مع فريق التصوير تبع فيرمين مغروسا مشان نيكست ميوزك ستيشن، وعم نحضر للقائنا معك، فكنت بدي اعرف اذا نحن لساتنا على موعدنا مشان جين. طيب ماشي، يلا منشوفك شوي تاني. اوكي، باي باي. تشا تشا، باي. هنا الشام، هنا الشام. يعني فريدي ميركوري هو يعني اخذ حيز من الوقت اللي كنت اسمع فيه موسيقى كتير كبير، كوين عموما. يعني الموسيقى كيف تنتقل
من مزاج لمزاج تاني بي بي يعني ما بيكون في رتابة بالقطعة الموسيقية، دائما في أفكار كتيرة موجودة، دائما عم ننتقل من فكرة لفكرة، ما في هذا الركود، ما في السلطنة يعني إذا بدنا نسميها هون، اللي هي دائما على مزاج واحد. إحنا عم نغير من محل لمحل، مثل ما بكوين، مثل ما بالموسيقى الكلاسيكية اللي فيها القوالب الموسيقية اللي فيها الحركة الأولى والثانية والثالثة، السريعة والبطيئة، العنيفة والرقيقة. دراسة الموسيقى الكلاسيكية خلتني أقدر أشوف كل هاي التفاصيل بكل الموسيقى تبع العالم، مو بس بموسيقتنا. صرت حتى مهتم أسمع موسيقى الشعوب الثانية، الإيراني، البرتغالي، الهندي، وفق هالآلية اللي تعلمتها بالمعهد، وفق الآلية الكلاسيكية اللي تعلمتها بالمعهد، لا أقدر بلش حط بقى أنا شو حابب أني حط، اللي هو غالباً الروك يعني كان بالنسبة لي، اللي هو أكتر شيء قادر أنا كشاب من تقريباً صلي 10 سنين نبلش بهالموضوع لحتى أقدر فرغ فيه، عبر من خلاله. غدرت يا موت كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. فالخلفية اللي أنا أساساً أبلش منها هي شيء اسمه الروك أوبرا، اللي هي نوتردام دو باريس، تارمانيا، لدي كوموندومون، المسرح الغنائي هذا اللي هو في روك موجود بالموسيقى، لكن المغنين كلهم خلفيتهم كلاسيكية بالبداية، كلهم دارسين موضوع تقنية الصوت مع حركة المسرح، مع كيف يقدروا يعملوهم مع بعض هدول الموضوعين، اللي هو المسرح الغنائي بالنتيجة، يلي هو متدرج من الأوبرا حكماً يعني. لمعت أبواب الثورة، سكر الحقد المسافات والأعلام الدموي، قوي قلبك وهجوم، يا بتوصل على الموت، يا بتوصل على الحرية. هلا في مرحلة نحن عم نمر فيها اللي هي مرحلة الفرق الشبابية عم يسموها، أو الموسيقى البديلة، ونحن ضد التسمية دائما عيدة لهي الفكرة، نحن الموسيقى رديفة إذا بدنا نسميها، أو موسيقى خيار تاني موجود بالبلد. في شكل لهلا هو إنه الموسيقى الشبابية، أنا موافق يعني ما في مشكلة، ما مهم يعني كتير، بس إنه واضح إنه على الأقل الناس معترفة بشيء جديد عم يصير هلا، سماته، صفاته، رسالته، هذا بده وقت، بده العالم تستنى وتراقب الشيء اللي عم يصير بحب، لأنه يعني أولادهم النتيجة هدول اللي عم يطلعوا هذا الشغل الجديد، واللي هو على الأقل يعني موسيقى، على الأقل هو موسيقى. التنوع الموسيقي اللي ممكن يلاقيه الواحد اليوم بالشارع السوري بيعكس كون شريحة الشباب صارت تشكل الجزء الأكبر من مجتمعاتنا. شام MCs هي فرقة راب سورية
أول شغلة إنه سميناها شام إمسيز لأنه هي اجتمعت بالشام ونحن بنحب الشام عم نسوي شيء للشام. بنفس الوقت بدنا نستخدم كلمة راب فجمعنا كلمتين عربي وإنجليزي. الرابرز هن شعراء العصر الحديث فما في شيء بعيد بين الشعر والراب، هو بس شيء شكل محدث. قصايد بالعامة للعامة بحكيها بضرب العربي الغربي بتطلع تجري أنا بساوية هوية عربية بتحمل اسمي بالغربي العامري بيمشي شام إمسيز. نحن كرابرز يعني شغلتنا نحكي عن المجتمع تبعنا، فطبيعة حياتنا بمدينة دمشق لازم نحكي عن القصص اللي بتصير بمدينة دمشق. ما فيني أنا أكون قاعد هون عم بحكي عن مشاكل مثلا بأمريكا ما حدا لح يحس إنه الشيء اللي عم أقدمه إله صلة فيه. بقى تقريبا في نسبة كبيرة من أغانينا ترتبط بحياتنا ومدينتنا. بنت الشامية yeah. دماسكس بنات بشوف نحل كابا بس هن مجانين جاي من عصر علي بابا بقدام خواتي مصاري من البابا السلع فاضو احلى شي في منه لبس الرابا شكس بسادر كسيون كميسيون ما بعرف شي اسمه موسيقى او ساكسيفون ما بعرف يا حرام من اليونيك موبالفون خليني يعرفوا قيمة حالهم على الميكروفون. نعطي حل للمشاكل كمان يعني اللي بتصير بالمجتمع، يعني الغنية مو بس مثلا بتحكي عن المشكلة، لا بتطرح الحل تبع المشكلة عشان عالم مثلا انه تتلافى هاي المشكله او مثلا أكيد. تطلع من هاي المشكله اكيد لانه هي الغنيه هي غنيه الراب يعني فين هي فين احيانا بتكون ثلاث فرسات بس بيقولوا لك شو المشكله بطرح الحل وبيسالك اذا انت بدك الحل. Everybody in the house, put your hands up. The mask is how you feeling, come on stand up. Bouncing, dancing, party all night. Sham MC's making you feel alright. أهلا وسهلا فيكم بعالمنا بعالمنا رح تعرف كل شي عنا عنا اختلاف بس موسيقى بتجمعنا ولا واحد واحد رح تسمعنا. See my mentality's different the American عالية من الحق اترجم في مكان البوب وين قلابية وقت ران الزعنين يخترعوا دبس التكنولوجي وقدوا every piece of music care about humanity. Simple clothes بيتموا بجواب but I don't have a social life. I'm pushing up cards بين الشام دي فالبريا وين فكر العميقة مع شام MC's mixing it to what's and make you stay out of عادات وتقاليد السكيج. Yeah. ال هاي لينا كيفك تمام؟ نحن هون بالاوتيل مع فرمين والشباب عم نجهز. كنت بدي اعرف نحن على موعدنا اليوم بالاذاعه؟ كثير منيح. اوكي يلا بنشوفك لكان شكرا. يلا باي دوزنا دوزنا ليلة كل سبت 9 المساء لينا شماميا لينا شماميا غسوري الغد. هلا الحقيقة بعتقد أنا كوني موجودة بهذا المكان وتحديدا بهي العائلة وبهي الظروف ويعني هذا المكان تماما هو اللي خلاني أنا يكون هذا هو الإنتاج الموسيقي تبعي. يعني وجودي دائما بمجتمع شرقي بيحتم علينا أنه نحن نسمع الموسيقى الشرقية كل يوم، تحديدا بالوقت القديم لما ما كان في فضائيات كنا على تلفزيون دائما نسمع معرض دمشق الدولي، كنا نسمع حفلات بصرة، كانت الأغاني دائما الحفلات بصوت فيروز ميادة حناوي صباح فخري أم كلثوم، يعني مع حفظ الألقاب أكيد، بس هي كانت الموسيقى اللي نحن نسمعها بشكل طبيعي. بعدين يعني وكان هذا الشيء دائما قبل أفلام كرتون بعد الكرتونز دائما كنا إجباري ما نسمعهم مثل كل جيل الثمانينات هي الموسيقى اللي تربى عليها. هلا هذا شيء أكيد أثر كثير لأنه الذاكرة التراكمية الذاكرة السمعية هي أهم من أهم العوامل اللي بتأثر بالموسيقى وبالموسيقى بشكل عام. وصلي له كامرأة
انت وعم تشتغلي بالموسيقى، عم تشتغلي مع ناس من برا، عم حتى وجودك كأنثى بالبلد كإنسانة عم تشتغل الشيء اللي بتحبه، بنفس الوقت المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والالتزام بالعمل والالتزام بالجوانب الإنسانية الثانية اللي هي بتضل نفسها، وبالعكس إذا بدك بتصير كتير أقسى لأنه الأضواء صارت عليكي. لما تكوني مختارة أنك تشتغلي فن ملتزم، يعني ما بدنا يعني هو شيء مختلف عن الشيء اللي سائد أو هيك، فالمحاكمة تبع العالم بتكون أكبر. تكوني أنت قبلتي أساساً من الأساس أنك أنت تكوني دايماً تحت عين تحت مجهر، أو أنه أي في حساب في محاكمة، ما فيك تطلعي على أي مكان بالحرية اللي بدك إياها. نفس الوقت اللي جواتك بتكون الحرية كتير كبرت، يعني أنا لما في كلمة بدي أقولها أنا فيني أكتب غنية وأقولها، وهالكلمة بتوصل لكتير عالم، وهدول العالم بجوز تكون في فكرة هنا مو فاكرين فيها، بجوز ياخدوها يفكروا فيها يحسوها يعيشوها. فالحرية كتير كبيرة، المسؤولية كمان كتير كبيرة، التطور اللي بيصير كتير كبير، يعني الأحلام تتغير، الحياة كلها بتتغير. طول العمر والقمر نور عيني 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 على مو على موج البحر. التوعية الموسيقية اللي هو نحن يعني دائما بتحسي انه الناس دائما بتنلام انه ما عم تسمعوا منيح وما كذا وما كذا، طب ما انا مشكلة العالم، ما نحن اللي المفروض انه يكون عنا حيز، اذا ما بدنا نقول اذاعة كاملة يكون في حيز بس انه نحط هاي الموسيقى اللي ما تجارية اللي ما نضل نتهمها ونحط كل شيء عليها، بس نحن ما بنترك فسحة لأي شيء تاني غيرها. من كم سنة وقلعة دمشق عم تستضيف أهم الحفلات والمهرجانات الموسيقية، من هذا المكان المفتوح واللي كل شي فيه ممكن وقابل للتحقيق، سوريا عم تأكد وجودها على خارطة المهرجانات العالمية كمحطة أساسية بمسيرة كتير من الفنانين العرب والعالمي. من البداية كنت دائما نشوف انه ليش البرازيل وكوبا عندهم موسيقى جاز العلاقة بتراثهم، ليش الأتراك والأرمن والأذربيجانية عندهم تراث تراكمي، عندهم موسيقى خاصة، تجارب كتير وتراكمات أنتجت هالموسيقى الرائعة طبعاً بخصوصية، أو مثل زياد الرحباني بنقول ما بدنا نقول جاز شرقي، صارت زياد الرحباني بس هي كمان موسيقى جاز، أي مستمع جاز بالعالم بيسمعها. فقررت من البداية وجهها بهذا الاتجاه تكون لها شيء خصوصية، الخصوصية بدها تيجي من التراث، من الغناء تبع سوريا، شو بنعمل موسيقى هندية يعني ممكن طعمها موسيقى هندية. أرى سلمى بلا ذنب جفتني وكانت أمس من بعضي ومني كأني ما لثمت. بس الشغلة الأساسية هي التراث السوري، هي السوريا بسوريا الطبيعية مو بسوريا الجغرافية، بهذا المضمار والمقامية، نعتمد على المقامية وغناها بسوريا وتنوعها وكل الثقافات الموجودة بسوريا الطبيعية لتكون استلهام للموسيقى اللي عم نعملها، إما كشيء توزيعي أو كاستلهام من أفكار ونشتغل عليها بالموسيقى المودرن اللي هي بتعطي صيغة رابحة وصحيحة لنقدم التراث تبعنا. قديش فيه الإنسان يكون مسؤول عن شيء موضوع مفهوم لإله بيكون أحسن، قديش إنه يكون بعيد عن فكرة إنه هذا نحن المجتمع اللي عايشين فيه
دائما بنقول نحن مجتمع راقي، بس هو نسبة فعلا نسبة 3% اللي عايش فيه، اما الباقي مو ملاقي شيء، لا شغل، وصعب كتير انه يغير شكل، يجم يعمل مادة لحتى يغير شكل، ينفس، يريح. هذا المجتمع اللي عايش فيه فينا نقول راقي نسبة 3% عايش، اما الباقي مو ملاقي شغل، بتفكر انه من السهل جمع لك شيء قرشين حتى تحاول تغير شكل، والجهل معشاش والعالم بدها تفرفش والضغط بيكسر الراس ما فيك تطنش، بلش من الصفر مسؤولية بتقص الظهر، مو من طيب العالم بدها تحبحب وتحشش، وناس بتقلك اهم شيء عندي راسي مصاري بالجيبة، يلا غب الكاس وتطور الانسان ورياضة انسان، شوفوا شو عملت فلاني ونسيوا عالتاني فلتان. تراثي ممكن صباح فخري بيأثر فيني الألحان يعني حلو، في شغلات في صور حلوة بالشعر يعني أيام تمروا هيك، بس هن شغلات إلا دائما العلاقة بالحب وال دائما الموسيقى رايحة، بتعرف أنت رايحة الموسيقى العربية كتير للحب يعني. وضمن رحلتنا كان لنا فرصة لقاء عالم كبير من أعلام الموسيقى العربية، هو الأستاذ صباح فخري مع ابنه المغني أنس فخري، لقاء استثنائي مع جيلين من الموسيقى السورية. سألني الأستاذ محمد عبد الوهاب الله يرحمه، قال لي يا أخي ما عرفش أنتوا إزاي عندكم مطرب بغني ساعة اثنين ثلاثة يوم اثنين ثلاثة إزاي؟ قلت له يا أستاذ أنتوا المناخ عندكم البيئة تنبت قطن، نحن حلب تنبت الأصوات. يعني ما بقول في اختلاف أو في فرق بين حلب ودمشق، وإنما حلب هي كانت لعبت دور المتحف اللي حافظ على التراث من خلال الأساتذة والموسيقيين والناس اللي اشتغلوا فيه، لها أثر كتير كبير بتكوين الشخصية يعني والموسيقية والإنسانية، واللي هي بدأ بالنهاية تظهر بالفن اللي عم بيقدمه الفنان بشكل طبيعي، يعني هي عبارة عن بصير تجربة، يعني الحياة في مكان ما هي تجربة بتنتج كل شيء بيعمله الفنان، فهذا أنا برأيي هو له أثر كتير كبير، وعلينا نحن بالذات يعني بالموسيقى اللي مثلا بابا بيقدمها انه متأثرة كتير بحلقات الأذكار وبالموسيقى الصوفية وبالفكر الصوفي وبالطريقة اللي بتتقدم فيها هي الموسيقى، انا بالنسبة لي شوي كان يعني كمان الأثر بيئة واضح علي، يعني انا طلعت باتجاه الهارد روك والهيفي ميتال والموسيقى المعاصرة. صدقيش ان الجمال يقدر يدار عينك، اصل الجمال احنا في محاولات كتير حديثة معاصرة كتير، انه نحكي من 96 97 بلشت هاي الحركة الشبابية، واللي هي عم تحاول انها تعمل موسيقى سورية معاصرة مختلفة يعني كتير اختراع محاولات يعني هي بدهن شيء انه يحكوا فيه مشروع، ايوه موسيقى ضرورية. شبابيه موسيقى طول عمرها للانسان والحيوان والنبات والطفل والاكبر والاكبر حتى الكهل. هلا انا عم بشتغل بكتاب صار لي 10 سنين عن التراث وعن الغناء وعن معهد الغنائي وعن 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 الى اخره، فنحن مثل ما قال انس يعني تراثنا موجود لو ما نحن خلينا يتحرك نفخنا في الروح وطورنا لبقية في المتاحف. على العقيق يا
فيرمين، هيك منكون خلصنا رحلتنا عبر الموسيقى السورية، بس قبل ما نمشي حابة سمعك صوت سوري معاصر ومجدد، هي موسيقى عازف الكلارينات كنان عظمي.